أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد ودائما مع تغطيتنا المستمرة للألعاب البارالمبية بباريس، وبعد تغطيتنا لنتائج الرياضيين في صبيحة اليوم والأمسية ها هما البطلان حسين بتير وإسحاق ولد قويدر يضيفان ميداليتين برونزيتين إلى رصيد الجزائر في وزن 65 كيلوغرام، حيث تألق البطل حسين بتير في مسابقة رفع الأثقال بالقوة ليظفر بذلك بالميدالية البرونزية ويعزز من مكانة الجزائر في هذه البطولة العالمية. من جهته أخرى نجح البطل إسحاق ولد قويدر الظاهر في الصورة في وزن 60 كيلوغرام رياضة الجيدو في تحقيق ميدالية برونزية أخرى، مؤكدا إصراره وعزيمته في منافسة قوية أمام أبطال العالم. إذا تأتي هذه النتائج بعد سلسلة النجاحات التي حققها الأبطال الجزائريون في هذه الدورة، حيث فاز كل من اسكندر عثماني، جلال صفية، وعبد القادر بوعمار بميداليات ذهبية، بالإضافة إلى الميداليات البرونزية التي أحرزتها البطلة نسيمة صيفي في يوم مميز للرياضة الجزائرية في الألعاب البارالمبية بباريس. وتعتبر هذه النجاحات دليلا على مستوى التفاني والجهد المبذول من طرف الأبطال الجزائريين وفي التحضير أيضا لهذه البطولة، وتعكس الإرادة القوية والتحدي الذي يحملونه لرفع راية الجزائر عاليا في سماء العاصمة الفرنسية باريس وفي المحافل الدولية. نهني أبطالنا ونبارك لهم هذه الإنجازات الرائعة، ونتمنى لهم مزيد من النجاحات في المنافسات المقبلة بحول الله.